السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج في المنتصف، والذي نبدأه بحدث اليوم ونتحدث فيه عن التطورات الأخيرة في الجزائر في ظل مقاطعة سياسية ومدنية يهددان اللقاء التشاوري الرئاسي. إذن يجد الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح نفسه محاصرا من كل الجهات في ظل مواجهته عزلة شعبية بسبب مطالبة الحراك بتنحيه من منصبه ورحيله عن المشهد السياسي لكونه واحدا من رموز نظام المخلوع عبد العزيز بوتفليقة، كما قوبلت دعوته لعقد لقاء تشاوري اليوم الاثنين مع القوى السياسية والمدنية والشعبية للتشاور حول الأزمة السياسية وإنشاء هيئة مستقلة لتنظيم الانتخابات الرئاسية المقررة في 4 يوليو/تموز المقبل، قوبلت برفض سياسي ومدني واسع، مع العلم أن بن صالح وجه دعوة إلى الأحزاب السياسية والمنظمات والجمعيات المدنية. فقد أعلن 34 حزبا سياسيا من المعارضة والموالاة رفض المشاركة في الندوة السياسية المقررة اليوم، كما قرر قادة أبرز الأحزاب الجزائرية الفاعلة والمؤثرة في المشهد السياسي مقاطعة الحوار مع بن صالح. وفي نفس السياق أعلن حزب العمال اليساري بقيادة المرشحة السابقة للرئاسة لويزة حنون عدم المشاركة ورفض الحوار السياسي مع بن صالح لكون حضورها السياسي يمثل تصادما مع الإرادة الشعبية وفق الحزب. إذن مشاهدينا الكرام، للتعليق حول هذا الموضوع وللمزيد من التفاصيل حول المشهد الجزائري ينضم إلينا عبر الهاتف المحلل السياسي والمحامي الجزائري الدكتور إسماعيل خلف الله. أهلا بك معنا دكتور إسماعيل. أهلا وسهلا، أمسية طيبة. أهلا بك دكتور إسماعيل. يعني بداية، لقاء بن صالح التشاوري الرئاسي بالجزائر في الجزائر على ما يبدو تعرض لفشل ذريع وكبير جدا وسط مقاطعة سياسية ومدنية، طبعا كل ذلك وسط تغيب بن صالح نفسه عن هذه الندوة، كيف تعلق؟ كما كان متوقعا، نحن كنا نتوقع أن هذه الندوة فاشلة وأنها منتهية، في رغم أنها يعني هذه الندوة كنا نعتقد أنها فاشلة وأنها سوف تفشل للأسباب عديدة، ولعل أهم الأسباب هي أن هذه الندوة جاءت تحديا لهذا الحراك الذي يطالب برحيل بن صالح والذهاب إلى تأسيس مرحلة انتقالية حقيقية. هذه الندوة قلت أنها الآن جاءت متحدية هذا الحراك وهذه الانتفاضة السلمية التي قام بها الشعب الجزائري على أغلب المستويات وعلى مختلف أطياف المجتمع وعلى على مستوى كل القطر الجزائري، وهذا الاستفتاء الأسبوعي الذي يخرج فيه الملايين التي تنادي بعدم الاعتراف بهذا بن صالح وبإدارته للمرحلة الانتقالية وبعدم الاعتراف بهذا بموعد الانتخابي الذي ضرب يوم 4 جويلية. نحن نتأسف 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 كل الأسف لتلك الدكاكين السياسية التي سارعت إلى الاستجابة لهذه الدعوة، ورغم أن سجلنا أن أغلب الأحزاب السياسية الفاعلة في المشهد السياسي سواء كانت أحزاب المعارضة أو أحزاب الموالاة قاطعت بمباشرة هذه الدعوة، وهناك حزبين هي حركة الإصلاح الوطني وجبهة المستقبل اللتين سارعتا للتسلق على رقاب هذا الحراك الشعبي. لا. الآن نقول لهم خسئتم وخسئت هذه التعامل غير السياسي وهذا الدناءة وهذا الطعن في هذا الحراك الذي الملايين من الجزائريين تقول لا لهذا العبث، ونشهد هؤلاء الذي أشباه السياسيين الآن يعطون هذه المصداقية، ورغم أن بن صالح
غاب عن هذا المشهد، الذي دعا إليه غاب عن هذه الندوة. نقول أن هذه الندوة متوفية، وأن هذه الانتخابات أصبحت في خبر كان، وأن بن صالح سوف يقدم استقالته في الأيام القليلة القادمة. دكتور إسماعيل، ما هو سر تغيب عبد القادر بن صالح عن هذه الندوة برأيك؟ لأنه هو في نفسه غير مقتنع، هو بن صالح في نفسه غير مقتنع، وهو قناعته، وأنا أعبر عن هذا على أنه مقتنع بأنه لم يستطع أن يقدم استقالته، وبالعكس أن هناك أخبار تقول أن بن صالح حضر استقالته منذ أسابيع، ولكنه لم يترك له المجال حتى يستقيل، فها هو الآن يغيب. هذا الغياب يدل على أنه غير راضي وأنه غير مقتنع بهذا العبث الذي تقوم به هذه العصابة التي سماها قايد صالح. الآن نحن نخسر الوقت على أساس المفروض أننا نذهب مباشرة ونستجيب للمطالب الشعبية. الآن نستفز الشعب بهذا العبث. نعم. الذي هو فشل في يومه الأول. طيب. هذه الندوة غاب عنها بن صالح، وغابت عنها الأحزاب الفاعلة، وغاب عنها الحراك، وغابت عنها كل الشخصيات الفاعلة في المجتمع الجزائري. طيب دكتور إسماعيل، يعني أنت تتحدث قبل قليل عن أن بن صالح من الممكن أن يقدم استقالته بعد عدة أيام مثلا، يعني برأيك هل بن صالح هو ضحية رموز النظام الباقية، رموز نظام طبعا بوتفليقة الفاسدة الباقية في السلطة، يعني يجب أن لا نحمله كل مسؤولية عما يحصل الآن في الشارع الجزائري؟ الآن لماذا وجهت السهام نحو بن صالح؟ لأن بن صالح يراد له أن يسير باسمه هذه المرحلة الانتقالية المرفوضة شكلا ومضمونا. نعم. لماذا بن صالح الآن الحراك الشعبي وكل الأصوات تنادي برحيل بن صالح؟ لأنه يمثل رئيس الدولة في نظر المادة 102. هؤلاء الذين قرروا بأن يكون بن صالح، إنما يراد بن صالح على أساس أن يبقى على المشهد على بناء يعني نفس الصورة أو نفس المنظومة، يتم إخراج نفس المنظومة بوتفليقة والنظام السابق بصورة جديدة عن طريق بن صالح. نحن نقول لماذا نرفض بن صالح؟ بن صالح لأنه رمز من رموز النظام البوتفليقي. نعم. وأنه هو من عينه، وهو ومن بل بالعكس عينته العصابة، وهذا بإقرار من القايد صالح وبإقرار من الأحزاب التي كانت تسمى بأحزاب السلطة. يعني إذا قلنا أن معظم قيادي الأرندي الآن يقولون أن الذين كانوا يسيرون الجزائر في منذ 7 سنوات هم مجموعة خارجة عن الدستور، إذا الذي عين بن صالح هم جماعة خارجة عن الدستور، إذا رفضه ينطلق على أنه غير دستوري. هل هذا الدستور الذي أرادوا أن يخنقوا به هذه أصوات الملايين التي تقول لا لهذا العبث، ولا لبن صالح، ولا لبدوي، ولا لحكومة بدوي العبثية؟ نعم. إذن فهذا هو سبب رفض بن صالح. طيب دكتور إسماعيل، يعني من الممكن يعني أن يتقدم باستقالته عبد القادر بن صالح قبل انتهاء أو قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة في 4 من يوليو تموز المقبل، يعني في حال تم تقديم هذه الاستقالة إلى أين ممكن أن تسير الجزائر، ومن المرشح لأن يستلم السلطة؟ هل المؤسسة العسكرية هي سوف تكون الرابح الأكبر برأيك؟ نحن نعتبر أن الآن نحن نقول دائما أن المؤسسة العسكرية هي الضامن رقم واحد في هذه المرحلة. المؤسسة العسكرية من خلال الخطاب الأخير للقائد صالح نستقرئ من خلال هذه أن هناك إشارات إيجابية في هذا الحوار. يقول التصريح هذا ماذا قال؟ قال بأن الأزمة، هذه الأزمة لا تحتمل التأجيل أكثر. الآن إذا فشلت هذه المرحلة فالفشل يعود على الجميع، سواء على المؤسسة العسكرية وسواء على الحراك الشعبي. إذن والخاسر الأول والأخير هي الجزائر. إذن من المستفيد من خسارة من 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 فشل هذا الحراك؟
الذي يعني كان حراكا سلميا حضاريا أبهر العالم، الآن لماذا يراد له من خلال هذه الدولة العميقة ومن أذناب هذا النظام الذي ما زالوا يحلمون على أنهم يريدون أن يرجعوا المشهد إلى ما كان عليه؟ فهذا هؤلاء هم من الآن الحلول، هناك حلول كثيرة، الحلول كثيرة. إذا قلنا أن الاستفتاء أسبوعيا يتم استفتاء الشعب على سواء من خلال هذه الأطروحات التي تتم طرحها من طرف السلطة، أو إذا كانت هناك نية في تقديم شخصيات فلتعرض هذه الشخصيات وسيتم الاستفتاء عنها مباشرة في خلال 12 ساعة، حتى لا نقول 24 ساعة. الآن كل الجو مساعد على الذهاب إلى تأسيس مرحلة انتقالية حقيقية، ثم للتحضير لانطلاقة لذهاب إلى تأسيس جمهورية حقيقية ودولة القانون ودولة الحق والعدل والدولة أو النظام الذي سيبعث الجزائر من جديد، لأن الجزائر غيبت وتم تغييبها عن المشهد الإقليمي والمشهد العربي والمشهد الدولي. فالآن إذا قلنا أن إذا كانت هناك نية حقيقية فأن الجزائر ستقلع وسيقلع اقتصادها وستكون يعني تجربة حقيقية على المستوى العالم العربي ككل، أن هذه الشعوب تريد أن تذهب إلى الحرية وإلى أن تبصم بصماتها برسم سياساتها بنفسها، لا أنها ترفض سياسة الوصاية سوى سياسة هذا الاستعمار الذي يتم الاستعمار الذي يسير هذه الشعوب عن طريق هذه الأنظمة المستبدة الدكتاتورية، الأنظمة التي لم تأتي من صميم الشعب. الآن نريد أن ننشئ حقيقة هذه المنظومة التي تنطلق من صميم الشعب. طيب دكتور إسماعيل، يعني في ظل حديثنا عن الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح، لو عدنا في الزمن لعام 2012، أيضا عبد القادر بن صالح قاد مشاورات لوضع خطة إصلاحات كبيرة آنذاك، اتضح في وقت لاحق أنها كانت مجرد مسرحية على الشعب الجزائري في ذلك الوقت. نعم، وهذا دليل واضح، دليل قاطع على أساس نحن كلامنا الآن لماذا نرفض هذا بن صالح وهذه الأطروحات العبثية، لأن هذه التجربة أثبتت أن كل هذه التجارب ما هي إلا ذرمات في العيون، وما هي إلا سيناريوهات وأكذوبات يراد من خلالها رسم مكياج على أساس تنويم الشعب من جديد وبقاء النظام في سياسته وفي في 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 شكله المتغير الوحيد هو أن يتم تغيير بعض الشخصيات، ولكن المنظومة تبقى هي والتصوير يبقى هو السيد المشهد. وبالتالي لأجل هذا نحن نرفض رفضا مطلقا هذه العمليات العبثية. إذن رفضنا هنا ينطلق من هذه التجارب، ونشكركم على أنكم ذكرتمونا على هذه المفاوضات أو المشاورات أو الندوة التي كان يقودها بن صالح في منذ السابق، ورغم أن الاقتصاد في ذلك الوقت كانت الجزائر تعيش في بحبوحة في ذلك الوقت، ومع ذلك لم يستطع بن صالح أن ينجح تلك المشاورات الفاشلة، وكانت مشاورات فاشلة. شكرا لك جزيل الشكر دكتور إسماعيل خلف الله، المحامي الجزائري والمحلل السياسي، شكرا لك على مشاركتك معنا وعلى هذه المعلومات. أيضا مشاهدينا الكرام، للتعليق حول هذا الموضوع وأبرز التفاصيل وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا الناشط الحقوقي الجزائري السيد إبراهيم الدواجي. أهلا بك معنا سيد إبراهيم. يعني بداية، كيف سيكون شكل هذه اللقاءات التشاورية لعبد القادر، اللقاءات التشاورية الرئاسية طبعا، في ظل هذا التغيب الواضح والصريح والمقاطعة الواسعة أيضا لهذه الندوة أيضا، كيف تعلق؟ السلام عليكم، شكرا للاستضافة. على كل حال، بن صالح هو مرفوض جماهيريا ومرفوض حتى من الأطراف
التي كانت تحسب على النظام، وذلك لأن هذه تعتبر محاولة فاشلة من بن صالح لاستدراك الوضع. نعم. بالرغم من أنه يعلم بأن النتائج يعني واضحة مسبقا، كل هذه المشاورات لن تجدي بالنفع للشارع الجزائري لأنه هو أصلا مرفوض. نعم. وهناك أخبار يعني تقول بأنه حتى بن صالح سيغادر في 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 عجالة، يعني حتى البقاء لم يعد مضمونا، فكيف له أن يقوم بمشاورات من هذا النوع؟ يعني سيد إبراهيم، لكن اللافت في الموضوع هذه المرة، يعني أنا موجة الرفض والمقاطعة هذه المرة انتقلت على غير العادة أيضا إلى مجموعة من الأحزاب السياسية الموالية التي كانت تدعم طبعا العهدة الخامسة لعبد العزيز بوتفليقة. عفوا. أكيد هي الحرب المضادة يعني موجودة ومتغلغلة في وسط الحراك، وهناك العديد من الأحزاب ممن كانوا يوالون النظام سواء بوجه بوتفليقة أو بأوجه أخرى، ممن الآن تحاول سرقة الحراك، من بينهم المؤسسة العسكرية في شخص القايد صالح الذي كان يحمل عصابة. هذه الوجوه كلها الآن تحاول أن تتخندق في وسط الشعب الجزائري لتكسب تعاطف أكبر، وأيضا لحفظ ماء الوجه، إن لم يكن يعني في ممكن تقول بأنه يعني تحضيرا لإما للانتخابات الرئاسية المقبلة، وإما لأن لا يكون هناك رفض جماهيري كبير لمواقفها في قادم الأيام. نعم سيد إبراهيم، يعني إذن يعني من الممكن أن نعتبر أن فشل هذه الندوة اليوم هو سحب للشرعية بشكل كامل عن عبد القادر بن صالح وحكومته بقيادة نور الدين بدوي، وهذا طبعا يعزز موقف الحراك الشعبي الجزائري. أكيد الحراك كان واضحا منذ اليوم الأول، لكن القايد صالح لم يريد أن يعني حاول أن يفرض منطقة وهو تطبيق المادة 102. بالرغم من أنه يعني ذر الرماد في العيون في عيون الشعب الجزائري بالمادة 7 والمادة 8، لأنه لو كان حقيقة يوري تطبيق المادة 7 والمادة 8 لكان سلم السلطة إلى الشعب وليس إلى حكومة بدوي المرفوضة قطعا. وبن صالح أيضا الذي يعني حتى دستوريا ليست له الأهلية لكي يكون رئيس الجمهور رئيس الدولة عفوا. نعم. يعني في ظل كل هذه الأمور أكيد أن صوت الشعب سيبقى الأعلى وهو الأكثر سماعا، حتى ولو كانت هناك محاولات فاشلة لقيادات الجيش في العرقلة على الحراك كما شاهدنا في الجمعات السابقة. نعم. غلق منافذ العاصمة من شرقها وغربها، وأيضا هناك بعض الترويج لبعض المسرحيات كمحاكمة يحيى ومحاكمة الوزير لوكال، فكيف يعني أن نتقبل هذه الأفكار بالرغم من أن يعني الوزير لا تزال لديه الحصانة ويسرع إلى المحاكمة. نعم. ولم تطبق حتى المادة 177 من الدستور، يعني هناك بعض السيناريوهات المبتذلة التي يحاولون ترويجها فقط لأجل يعني ذر الرماد في العيون ولأجل الانقلاب على المطالب الأساسية للحراك الشعبي في الجزائر. نعم سيد إبراهيم، وسائل الإعلام الجزائرية أعلنت اليوم أن الدرك الوطني أعلن أو قرر توقيف رجل الأعمال الشهير أسعد ربراب وعدد من رجال الأعمال من عائلة كوكنيناف في إطار هذا التحقيق عن ملفات الفساد. يعني برأيك هل القضاء الجزائري الآن يفتح ملفات الفساد؟ هل بإمكاننا أن نعتبر أن هذه المرحلة هي مرحلة سقوط أذرع الفساد الإداري والمالي في الجزائر؟ موقفي منذ اليوم الأول في سيدي الكريم كان واضحا، وهو أني لا أثق لا في قايد صالح. نعم. ولا في عدالة الهاتف عدالة التليفون، ولا في الإعلام المتواطئ مع هذه المؤسسة. ويعني ممكن تكون حقيقة توقيف عائلة كونيناف، وممكن أيضا يكون توقيف إسعاد ربراب. نعم. مثل ما كان توقيف حداد بالأمس، ولكن الفساد الحقيقي لا يجب أن يكون فيه هناك يعني حرب
عصابات حرب، لأنك لم تكن في معسكري فأنا ضدك يعني. والآن بعد ما سقطت فزاعة الإرهاب يريدون أن يظهروا فزاعة التوفيق، فزاعة الدول العميقة، فزاعة يعني من ليس مع الجيش فهو مع التوفيق، من ليس مع قايد صالح فهو يا أخي. هناك قايد صالح هو أكبر شخص فاسد نعم في هذا المنظومة، فكيف له أن يحارب الفساد؟ أيضا القضاء، القضاء ليس بتلك الاستقلالية التي نرجوها نحن كشعب جزائري. نحن نرجو استقلالية القضاء من أجل فتح ملفات الفساد كلها ابتداء من عنابة التي تشمل أبناء القايد صالح وقايد صالح وتعاملاته المريبة إلى آخرها في عائلة في الشرق يعني في الغرب الجزائري من سعيد بوتفليقة. أين سعيد بوتفليقة الآن؟ يعني باش إذا أردنا حقيقة أن نتكلم عن الفساد فيجب محاسبة الرؤوس الكبيرة قبل الصغيرة. نعم، إذا أنت يعني تعتقد سيد إبراهيم أن استدعاء المحكمة لأحمد أويحيى ولوكال هو مجرد مسرحية لإلهاء الجزائريين عن مطالبهم الرئيسية، وهي يعني إسقاط المنظومة الفاسدة العصابة الحاكمة في الجزائر حاليا؟ شوف أخي الكريم، نفس ما حدث في مصر، سيناريو مصر المبتذل. نعم. يعني أثناء محاكمة أبناء مبارك ومبارك وغيرها يريدون أن يربحوا به الوقت في الجزائر. الشعب الجزائري الآن بالرغم من يعني من وعيه إلا أن هناك بعض الأطراف تحاول يعني استدراج الشارع والقول بأن المؤسسة العسكرية تقوم يعني بقيادتها وليس بجيشها، بقيادتها تحاول يعني إصلاح ما أفسده الدهر، ولكن هيهات هيهات. يعني هذا القائد الذي كان يعني يخدم العصابة ولديهم أيضا ملفات ثقيلة عن قايد صالح، حتى جريدة الباي في إسبانيا كتبت في العديد من المرات عن غرق المؤسسة العسكرية في الفساد وفي شخص القايد صالح. فكيف له الآن أن يصلح ما يعني هي مسرحية مبتذلة حقيقة، ولا يجب الثقة في كل ما يجري الآن في الجزائر. هم يريدون ربح الوقت فقط من أجل الوصول إلى مبتغاهم وهو الانتخابات في 4 جويلية. إذن يعني يمكننا اعتبار سيد إبراهيم أن السلطة في الجزائر الآن تدور حول نفسها فقط بعد سقوط بوتفليقة وبقاء رموز النظام حاليا في السلطة؟ هي مناورات. يعني أنا أحترم المقولة التي قالها بن بيتور، هو قال بأنه الجزائر ما يحدث في الجزائر الآن هو تمديد لعهدة بوتفليقة بدون بوتفليقة. بوتفليقة كان يريد سنة، والآن هم يعني يستخدمون نفس الأساليب ولكن من دون بوتفليقة. يعني لما رأى الشيء الجديد الآن في الجزائر، الحراك الشعبي يجب أن يتواصل ويجب أن يتمسك بمطالبه التي يعني لطالما رددها وهي يتنحاوية. يجب أن يعني كل أذرع الفساد أن تنقطع، وليس فقط عائلة بوتفليقة أو عائلة فلان أو علان. يعني هذه منظومة تشبثت بكل المؤسسات. نعم. يعني منذ 20 سنة وهم يكونون في أنفسهم، الآن يجب التخلص منهم واحدا تلو الآخر وليس بهذه السهولة التي نتصورها. إذن يعني سيد إبراهيم، على إذا تم تقديم استقالة عبد القادر بن صالح قبل موعد الانتخابات الرئاسية المحددة في 4 يوليو/تموز المقبل، يعني يجب على الشعب الجزائري أن لا يعول وأن لا يثق في المؤسسة العسكرية أنت تقول؟ هو عندنا مثل في الجزائر يقول العسكري عسكري حتى ولو يخرج يده خضرة من الجنة. نعم. يعني مستحيل أنك تثق في العسكري ومستحيل أنك تثق في مؤسسة عسكرية. نحن نريد بناء دولة مدنية، والإجراءات البوليسية التي يعني الدولة البوليسية التي امتصت الصدمة الآن خرجت بقوة إلى الشارع، والآن نلاحظ اعتقالات كل من يحاول التظاهر في أيام الأسبوع في الجزائر العاصمة. لاحظنا حتى نزع العلم الوطني، راية العلم الوطني من أعلى أكتف المواطنين بالقوة. لاحظنا اعتقالات جمة في أوساط الطلبة، في أوساط المناضلين والحقوقيين. يعني كل هذه الأوضاع لا تطمئن إلى أن نية الجيش ولا نية أي طرف هي سليمة. نعم. لو كانت حقيقة هذه النية سليمة
إلى تسليم السلطة إلى شاب لكان ذلك واضحا للعيان منذ اليوم الأول وليس بهذه المناورات الخبيثة. إذن نتمنى كل التوفيق للشعب الجزائري. شكرا لك جزيل الشكر الناشط الحقوقي الجزائري السيد إبراهيم الدواجي. إذن مشاهدينا الكرام، أحزاب وشخصيات عديدة جزائرية تقاطع لقاءات بن صالح الرئاسية التشاورية اليوم، وكما أكد ضيفي الكريمين اليوم أن فشل هذه الندوة الرئاسية طبعا وسط تغيب بارز لعبد القادر بن صالح، مما يمكن أن يؤدي إلى سحب الشرعية من بن صالح وشرعية حكومته بقيادة نور الدين بدوي، وأيضا تعزيز موقف الحراك الشعبي السلمي طبعا الجزائري. إلى هنا لم يبقى لي مشاهدينا الكرام إلا أن أشكر ضيفي الكريمين الدكتور إسماعيل خلف الله المحامي والمحلل السياسي الجزائري، أيضا الناشط الحقوقي الجزائري السيد إبراهيم الدواجي، شكرا لهما على المشاركة معنا في هذه الحلقة. الشكر لكم موصول مشاهدينا الكرام على حسن وطيب المتابعة. فاصل قصير ونصحبكم إلى جولة الصحافة.